السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور إبراهيم محمد خير العمار، أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مشفى عدن الألماني. أولا بالبداية نبارك لكم في حلول شهر رمضان المبارك، وتحية للشعب اليمني العظيم، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ونتمنى لكم يعني عودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وإلى بلادنا جميعا. شهر رمضان طبعا هو شهر عبادة، شهر تقرب إلى رب العالمين. في هذا الشهر تكثر العبادات كالصلاة، ويعني هناك فترة الصيام التي هي الامتناع عن الطعام والشراب لفترة محدودة. هذا كله يعني يتداخل مع الأمراض العصبية بشكل كبير. لهذا هناك بعض النصائح التي يمكن أن نقدمها لمرضى جراحة المخ والأعصاب. طبعا من الشكايات الشائعة في جراحة المخ والأعصاب هي ألم أسفل الظهر، وهذا الألم يعني ألم شائع جدا يعاني منه غالب السكان في العالم. الألم شائع جدا بدرجة أن 90% من السكان يعاني من هذا الألم، يعني بين كل 10 أشخاص هناك 9 يعانون من ألم أسفل الظهر. وهذا الألم عادة 90% من الحالات يعني يشفى بشكل عفوي دون وجود دون الحاجة حتى لاستخدام مسكنات، أو دون الحاجة إلى عمليات جراحية، أو حتى دون العودة إلى طبيب أو إجراء تشخيص كدراسة شعاعية أو رنين أو إلى ما ذلك. ألم أسفل الظهر طبعا بعض الناس قد يشكو أنه يزداد ألم أسفل الظهر في رمضان، أنه يعني هل السبب هو زيادة العبادة أو كذا؟ عادة لا، يعني هو قد يكون الألم موجود من البداية، يعني عند المريض مشكلة معينة، لكن بسبب يعني ظهرت الأعراض بسبب العبادة في رمضان، يعني يكون المشكلة أساسية موجودة، ويعني موضوع العبادة في رمضان دق ناقوس الخطر عند المريض، ويجب عندها يعني مراجعة الأخصائي لدراسة الحالة ووضع التشخيص المناسب. يعني نلفت لعناية المساهدين أن ألم أسفل الظهر يعني قد ينقسم إلى عدة أسباب. هناك ألام نتيجة الألام العضلية، وهي الألام الأشعة طبعا، هذه الألام بحاجة إلى إعطاء أدوية مثل المرخيات العضلية، حاجة ممكن تدليك يعني المساجات لهذه المنطقة، بعض التمارين الرياضية، العلاج الفيزيائي. طبعا كل هذا يتم بالتنسيق مع الطبيب المختص، وهو الأدرى بوضع التشخيص المناسب. بعض الآلام مثل الآلام العظمية قد يكون علاجها بالراحة وعدم حمل الأوزان. وهناك بعض الجزء من الآلام هي آلام عصبية نتيجة وجود ممكن يكون انزلاق غضروفي أو تضيق في القناة العصبية، وهنا يختلف التدبير. يعني هناك تدابير دوائية، هناك تدابير مثل الراحة، العلاج الفيزيائي، وتبقى الجراحة هي الخيار الأخير، ولكنها خيار يعني ناجع وفعال في كثير من الحالات. وطبعا هذا كله بعد دراسة كاملة من ناحية فحص المريض، من ناحية وجود دراسة تشخيصية شعاعية كاملة، الرنين المغناطيسي، التشخيص بالعمود القطني، من ناحية وضع التشخيص الكاملة يعني دراسة شعاعية كاملة، ممكن أشعة بسيطة أو حتى رنين مغناطيسي. طبعا بسبب شيوع الألم أسفل الظهر عند السكان بشكل عام، فعادة يعني لا يكون هناك حاجة لإجراء دراسات يعني أشعة أو كذا إذا استمر الألم أقل من 6 أسابيع. طبعا بعض الناس يعني يتخوف بشكل كبير ويذهب إلى الطبيب مباشرة، أنا بحاجة رنين مغناطيسي، أنا بحاجة كذا. طبعا الطبيب هو أدرى بالحالة، يعني هناك بعض الحالات قد تكون بحاجة دراسة تشخيصية سريعة حسب ما يراه الطبيب، وبعض الحالات ننصح المواطنين أنه يعني يستمع إلى نصائح الطبيب فيما تخص حالته. وطبعا نحن لا يعني يجب أن ننوه إلى الإجراءات العلاجية الخاطئة التي قد توجد عند كثير من الناس. يعني أحيانا قد يكون التوجه للعلاج من طريق الأقارب، من طريق نصائح معينة من أشخاص غير مختصين، لأن الألم يختلف. يعني هناك أسباب كثيرة للألم، الدواء الذي قد يناسب صديقك قد لا يتناسب معك أو يكون ليس لحالتك. كمان مواضيع الدجل الطبي، يعني مواضيع العلاج بالليزر والأمور الثانية، هناك حالات واستطبابات معينة للعلاج بالليزر، وليست كل الحالات يعني. وحتى العلاج بالليزر هو يعني شيء بحاجة إلى أجهزة ومعدات ومشفى متخصص، يعني ليش الشيء يجرى بشكل روتيني في مناطق معينة وعشوائية. الفكرة الأخرى التي يجب أن ننوه عليها هي في رمضان يعني يكون امتناع عن الطعام والشراب لفترة طويلة، ثم تكون وجبة الإفطار في بعد صلاة المغرب.
طبعا زيادة الوزن في رمضان يعني نسبة مشكلة يعاني منها كثير من الناس نتيجة عدم الالتزام بالعادات الصحية السليمة في تناول الطعام، وزيادة الوزن من الأمور التي تؤثر بشكل سلبي على العمود الفقري وتؤدي إلى زيادة الحمل وزيادة الضغط على سواء على العضلات أو العظام أو الأعصاب. لهذا ننصح بتقسيم وجبات الطعام، يعني بعد المغرب يكون هناك وجبة، ممكن بعد التراويح يكون وجبة، وعند يعني توزيع وجبات الطعام وجبات خفيفة يكون أفضل من الاكتفاء بوجبة كبيرة قد تؤثر سلبا على العمود الفقري. زيادة شرب الماء من المواضيع الضرورية جدا، لأن نسبة يعني تركيبة الغضروف الفقري يدخل الماء في تركيبته بشكل كبير، فلهذا قلة الماء والجفاف يؤثر سلبا على الغضروف الفقري وقد يؤهب إلى انزلاق الغضروفي. هناك ألم أسفل الظهر وهناك ألم الرقبة، يعني هذه أكثر الأمراض الشائعة في العمود الفقري التي قد تكون نتيجة وجود غضاريف أو انزلاق غضروفي في العمود الفقري. ألم أسفل الظهر شائعة جدا عند الأخوة الذين يمارسون الأعمال المكتبية جلوس لفترة طويلة، وهنا ننصح بأن الجلوس يجب أن لا يكون لفترة طويلة، يعني خلال الدراسات الحديثة كل نصف ساعة، يعني بعد جلوس لفترة نصف ساعة يجب أن يكون هناك راحة لمدة 5 دقائق، يعني ممكن يكون مشي في ضمن الغرفة ثم عودة الجلوس. طبعا كما تكلمنا عن ألم أسفل الظهر والانزلاق الغضروفي الذي يهمنا في ألم أسفل الظهر، هناك أنواع للعلاجات، هناك بداية بالعلاج الدوائي والراحة والتمارين الرياضية معينة مع العلاج الفيزيائي، وهناك خط يعني علاجات دوائية معينة، ثم الجراحة في حال عدم الاستجابة إلى الأمور السابقة. هناك أيضا ممكن تغيير نمط الحياة، تغيير طبيعة العمل، يعني إذا كان شخص لديه آلام مزمنة ولا يتحسن بالعلاج الدوائي ينصح بالابتعاد عن حمل الأوزان، عن الأعمال المجهدة حتى تتحسن، حتى تعود الأمور إلى مجراها. إن العمل المكتبي الطويل جدا يؤدي إلى وجود الوزن بشكل مستمر على العمود الفقري، ما يتناسب يؤدي إلى أثار سلبية. أيضا ربات المنزل، الوقوف الطويل عند تحضير الطعام أو عند تنظيف الأواني، يعني هذا أيضا يؤثر على العمود الفقري. كمان ينصح بأن يكون يعني عند تنظيف الأواني يكون مستوى المغسلة أو صنبور الماء يعني على مستوى مرفق اليد لتجنب الانحناء للأمام بفترة طويلة. هذا كله يعني ضروري ويعني نصائح يجب الالتزام بها لتجنب حدوث آثار قد تكون الجراحة هي الحل الوحيد فيها، أو قد لا يكون هناك تحسن بالشكل المطلوب. الألم العصبي طبعا قد يزداد عند مرضى السكر، ومريض السكر يجب أن يضبط جرعات السكر بالشكل المطلوب في شهر رمضان وبالتنسيق مع طبيب الأمراض الباطنية أو طبيب الأمراض الغدد لكي يتجنب الفرق في تناول جرعات الأنسولين أو الجرعات الأدوية الخافضة للسكر، لأن موضوع السكر يؤثر سلبا على الآلام العصبية، قد يزيد آلام التهاب المفاصل أو الآلام الانزلاق الغضروفي، وهي حتى أن مريض السكري نسبة تحسن لديه بعد إجراء العمليات الجراحية أقل بكثير من مرضى الآخرين، لهذا فالإجراءات الوقائية لديه ضرورية جدا لتجنب هذه الأمور. من ناحية أخرى نحن يعني في اختصاص جراحة المخ والأعصاب، هو اختصاص يشمل رضوض الرأس والعمود الفقري، وهذه الرضوض قد تكون نتيجة الحوادث المرورية أو نتيجة السقوط. طبعا الحوادث المرورية تشهد زيادة في رمضان نتيجة أحيانا تسرع الناس للوصول إلى منازلهم أو كذا، وهذا الأمر يعني من الضروري بمكان توخي الحذر، ولأن الرضوض قد تكون شديدة وقد تؤدي بالمريض يعني خلال دقائق أو خلال كذا إلى حدوث شلل، يعني تصل إلى بيتك بالسلامة أفضل من أن تسرع وقد تحدث نتائج كارثية لا تحمد عقباها. من ناحية أخرى عند حدوث حادث مروري أو سقوط أو كذا ننوه إلى موضوع النقل الآمن للمريض، يجب أن يتم النقل بتثبيت العمود الفقري إذا كانت هناك نقالة يعني ثابتة أو أي قطعة لحمل العمود دون تحريك العمود، أو إذا تم تركيب طوق للرقبة لتجنب حدوث الحركة، قد يكون هناك خلع أو كسر ثابت وقد يكون الحركة لدى المريض سوية، لكن أثناء حدوث نقل المريض إلى المستشفى
قد يحدث هناك ضغط على الأعصاب وقد يؤدي إلى الشلل لا سمح الله. هذه كلها من الأمور والنصائح الهامة التي يجب التنبه إليها في رمضان. هناك ما ندعوها بالعلامات الإنذارية، وهي العلامات التي يجب عندها عدم تأجيل الأمور ومراجعة الطبيب بشكل سريع، لأنه قد يكون تداخل الجراحي مستعجل جدا. هذه العلامات هي موضوع وجود ضعف عضلي، عند وجود ضعف عضلي فهذا أمر يجب مراجعة الطبيب خلال أقل من 24 ساعة. أيضا موضوع وجود اضطراب في المسرات في حركات البول أو البراز، ويعني عند أو عدم القدرة على المشي بشكل مفاجئ، عند حدوث هذه الأمور يجب مراجعة الطبيب بشكل مستعجل، لأن العمل الجراحي قد يكون خلال 24 ساعة إذا كان هناك تحسن. تأجيل العمل الجراحي أكثر من 24 أو 48 ساعة قد يؤدي إلى عدم حدوث تحسن بعد العملية. بالنسبة لمرضى جراحة المخ والأعصاب، طبعا هناك استخدام لعدة علاجات كمرخيات عضلية كأدوية كذا. خلال رمضان قد يكون هناك انقطاع عن تناول الدواء خلال فترة الصيام، لهذا قد يكون يتم التنسيق مع الطبيب لأخذ الدواء بجرعة وحيدة، يمكن يكون يتم زيادة جرعة الدواء وأخذه بجرعة وحيدة أو أخذه على فترتين حسب ما يرى الطبيب أنه مناسب. من الأمور التي تواجهنا أيضا وهي من الشكايات الشائعة هي وجود الصداع. الصداع هو ألم في الرأس. طبعا أسباب الصداع كثيرة، قد يكون ألم عضلي، قد يكون الصداع توتري نتيجة ظروف الحياة المعينة، قد يكون هناك مرض يسمى الشقيقة وهو معروف عند الكثيرين، وهناك يعني اي رضع على الراس قد يؤدي بعد ردود الراس قد يحدث هناك صداع. طبعا الصداع الذي يجب لفت الانتباه اليه هو الصداع الذي لا يستجيب على المسكنات ويستمر لفتره طويله، هنا يجب اخذ التدابير اللازمه، اجراء اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي. قد يخفي الامر يعني في طياته وجود ورم دماغي او وجود نزوف دماغيه او وجود ارتفاع في التوتر دون الدماغ، وهذا الأمر كله يعني يحتاج إلى خطة علاجية، قد يحتاج إلى أدوية، قد يحتاج إلى عمليات جراحية. لهذا يجب عدم إهمال الأمر عندما يكون الصداع شديد ومزمن. بالنهاية يعني نتوجه لكم بالتهنئة، هذا شهر بمناسبة الشهر الكريم، ونتمنى لكم صياما مقبولا وعبادة وطاعة مقبولة خلال هذا الشهر، وأن يعود عليكم أعواما عديدة بالخير واليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.